اول حاجه مسائك زي الفل. مسائك زي الفل. بصي اديك دلوقتي كده شويه اختيارات محدده، عايزاكي تركزي فيها كويس قوي، ما تتوتريش. اوكي، مرهقه متحمسه متوتره ولا فخوره بنفسك؟ ايه اكتر حاله دلوقتي بتحسيها؟ بصي كده honest to be honest. متحمسه excited. اشمعنى؟ معرفش، اصل انا جايه اللي هو سمعت مامي بتقرا اللي هي حياتي خط احمر ولا مش عارفه كانت ايه، فانا حسيت ان انا اكسايتد قوي اللي هو حياتي خط احمر، ده واضح ان في حاجات كده هنا سبايسي في الموضوع. فكده اموت انا في السبايسي. انا سالتها ما رضتش تقولي، بس قالت لي الحوار هيبقى لذيذ. ازاي بدات التمثيل ومين اللي حببك فيه؟ ازاي بدات التمثيل؟ بصي انا بدات التمثيل ان انا كان في اوديشن في مسرح امين وشركاء، فانا رحت عملت اوديشن، كان مخرج استاذ علي اسماعيل ومع استاذ احمد امين، عملت الاوديشن وبعد كده اتقبلت. بعد كده دي كانت بدايه، كانت بدايه مبشره. مين اللي حببني فيه؟ انا كنت اوريدي بحبه، بس اللي حببني فيه اكتر واكتر مامتي وبابايا. اوكي، طب عايز اسالك سؤال بقى في السينما. انا شفتك قبل كده في اسمها ايه؟ هقول لك معلش شربيني. كنت شاف صح كده؟ هل ده كان ليه دور ان حد يكتشفك زي ما طلع حبيبي بتقولي مفيش حد يكتشفك؟ مفيش حد يكتشفني، ما اعتقدش ان دي كانت حاجه يعني انت اتشافتي، لان انت انا شفتك اوريدي في شط كنت بتمثلي اللي هو انا انا لازم ما اعتقدش. انا بجد بعد ما حصل اصغر شيف ده في ناس لغايه دلوقتي بتبقى عارفاني منه، فانا اللي هو انا كنت متخيله ان اصغر شيف ده اللي هو ايه، انا فاهمه اللي هو ما كنتش قصدي اللي هو ما كنتش حاسه بحجم الحوار كده، بس الحمد لله. وايه كان ايه بقيت السؤال؟ مين اللي حكيت في التمثيل؟ ده ازاي جالك دور امينه؟ جالي دور امينه بكاستنج ايجنسي عادي، تركاز كلموني وقالوا لي عايزينك نعمل اوديشن، عملت اوديشن. بعد كده رحت بعدها قابلت استاذ خالد، عملت السين بتاع هنزاده اللي هو وانا بقول لها ان انت مش حاسه بيا. واو، انا كمان كنت حابه الكلام، كنت حابه يعني الموضوع. انت عارفه ان انت في المسلسل يبان عليك ان انت اكبر من سنك دلوقتي. انا ناس كتير جدا بتشوفني بتقول لي ايه ده، انت ازاي طفله كده، انت ازاي صغيره كده. عملت الكاستنج كده، بقى عملنا تيبي ميتنج وكده الحمد لله قابلت امينه. ازاي بتوازني الشغل والدراسة في التمثيل والسوشيال لايف ومش عارف، بس انا فهمت انها الدراسة بين الشغل والدراسة. بص مامتي بتحب ان دايما كل حاجة تبقى زي بعضها، يعني مثلا تمثيل زي الدراسة زي التمرين زي كل حاجة محطوطة في لاين واحد كده، ففكرة ان لو ده وقع ده هيقع. وكمان انا من قبل احنا بنبقى عارفين ان السيزون التمثيل او سيزون لو جالي اي حاجه بيبقى في وقت الدراسه، فمامتي بتحب ان احنا قبل الدراسه نقعد كده اللي هو الشهر اللي قبل المدرسه ده نقعد نخلص كل حاجه بقى، نحاول على قد ما نقدر نبقى سابقين. بس انت من النوع اللي بتلم الدنيا في وقت قصير. انا من النوع اللي بيلم الدنيا في وقت قصير، بس انا مش بحب كده، مش بحب اتوتر، فباخدها من اولها. انا حاسه ان انت مضغوطه في الوقت،
ما بين الشغل والدراسة ما بين تمرين. ساعات بحس ان انا مضغوطه، بس لو التمرين ممكن ده اللي انا ببقى عايزه اروح التمرين، وفي نفس الوقت عايزه وفي نفس الوقت عايزه امثل. بس بالنسبه للدراسه بقى بحب اخلصها من قبليها عشان ما احسش بالاحساس. يعني في الاول لما كنتش بعمل كده كنت ممكن احس بالاحساس ده، بس ايوه لما بدات اعمل كده الحوار بقى يعني لذ. مامتك وباباكي عامة ما كانوش خايفين عليكي من حتة عدم الموازنة بين الدراسة والشغل عادي؟ كانوا خايفين، فعشان هما كانوا خايفين فعملوا كده، خلوني اخلص بدري. بس who supported you during مش عارفة ايه ground your dream of acting؟ بتبقى يعني هي ممكن اكتر حد كان مامتي، اكتر حد كان مامتي بيسبورت مي جدا، بيسبورت مي بقى. لا ثانية بقى، ده انا هحكي. بصي يعني كانت بتسبورت مي بطريقة لذيذة كده، اللي هو بحس ان عارفة لما تكون متوترة وكده، في اللي هو لا انت تعبيه، انت شاطرة، شفتي لما عملت كانت حلوة كده. واكتر حاجة احب اقولها يعني اعلن عنها ان انا شعري جاي على ماشي. اكتر حاجة احب اعلن عنها ان انا دايما بعترض، اقول لها لا انا مش هعمل كذا، اصل مش عارفه ايه وايه وايه. شايفه ان انت مش قادره تعملي الحاجه لا اللي انت مش مش قادها. قادره ولا مش قدها، ببقى معترضه على الفكره ان انا، هي بتبقى عايزاني اعمل حاجه وانا مش عايزه اعمل حاجه، دي بتقول لي كده هتبقى احلى وانا مش شايفه انها احلى، وفي الاخر بقى بتطلع هي اللي صح. يعني مثلا لما نيجي نسال استاذ خالد، لما الأمهات نيجي المصرية كده اه يعني. لما نيجي نسال استاذ خالد، نسال اي حد، لا انا عاجبني دي اكتر. فانا ببقى اللي هو مش عارفه ايه، وباجي ابص لها كده لو شفتي تربيتي لو انا كده. نفس الحاجة. ايوه، وبابايا برضو بيسبوتني بقى من ناحية اللي هو ساعات كتير قوي بننزل لوحدنا بقى ويقول لي كلام لذيذ. طب بقول لك على ابوكي حاجه، مش كده بينتقدوكي ساعات مثلا يقول لك في مشهدك ممكن تعملي حاجه احسن بكده شويه؟ لا ساعات عادي، عادي. ساعات مثلا ساعات بابايا بيقول لي حلوه جدا، بس حاسه لو كنت عملت كذا كان هيبقى احلى بكتير. فانا اقول له خلاص بقى حصل خير، اعمل ايه كده يعني. برضه مامتي نفس الكلام، بس مامتي مش نفس الكلام عشان هي بتبقى معايا في تصوير، مامتي مش نفس الكلام بعد ما تتفرج. مامتي اللي هو اطفال لو كنت عملتي كذا كان هيبقى احلى، بس تعوضيها كده. بس مين ممثل او ممثلة نفسك تمثلي معاه تقريبا او معايا؟ انا تقريبا قلت صح؟ برافو عليك. انا شفتي. لا انا نفسي امثل مع ناس كتير جدا، يعني هو في ناس كتير جدا، بس ممكن منى زكي، منى شلبي، هند صبري، اللي هو الناس دي. اتفرجت لها على المسلسل بتاع عمر اللي فيه، اللي كان بيعمل ايوه ما كنت بعمل معاه ايوه مره مره. ايوه تحفه بجد، تحفه. ايوه تحفه. بيطلع ايه باي ذا واي؟ بعد ايه اسمه ايه؟ تحت الوصايه. تحت الوصايه طبعا، وكنت بتابع كامل العدد. و بحبه. تحت الوصايه، كامل العدد، الهرشه السبعه، كنت ايوه بشوف منه حاجات كده كان بيعجبني. اسماء جلال كانت بحبها قوي كده. وجعفر عشان اخواتي بيتفرجوا عليه، فاللي هو عايزه اتفرج عليه. خلصنا حياتي خط احمر وخلاص. ودلوقتي think fast. ايه شفتي؟ جهنش سرجي شعرها، الاتيتيود بتاعها، الفايبس بتاعتها، لا جامده موت. جاي شربيني بحبها قوي، انا بحبها قوي، مش عارفه اقول ايه. بس دينا شربيني بحب ان هي يعني بتسبورت قوي، بس بتسبورت بطريقه كده بتخش لك من الناحيه كده، لا تخش جوه. ازاي؟ يعني مثلا احكي لي عن موقف حصل.
بحب ان هي مثلا انا بحس ان انا اللي هي بتعاملني على اني بنتها بجد، اللي هو مثلا يعني لما رحنا قبل كده عشان الرقصه اللي عملناها بتاعت دادي كول، لما رحنا كلنا رحنا المول وجابت لنا جيفت اللي هي كان الدرس، هي كانت عندها ان هي كانت شايفه ان احنا لو لبسنا زي بعض هتبقى احلى، وفعلا طلعت احلى. فلما جابت لما جابت لي اللي هو از جيفت الدرس، وجابت لينا وجابت لآية، انا عارفه احساس اللي هو اكنها مامتي بجد، ايوه فبحب الجو ده او الفايبس دي قوي معاها. مين دي؟ 911 صحابي. صحابي انتي صحابي مش عارفة يعني كل الناس اللي بكلمها تبقى 911 مفتوحة. استاذ خالد الحفاوي معرفش، بس انا بحسه يعني second father، يعني انا بجد بحبه جدا، بحبه مش كمخرج او كده، بحبه انا يعني انا كجاز بحبه استاذ خالد، هو بجد ليه معايا ميموريز كتيرة جدا بحبها. ميموريز زي ايه مثلا؟ زي لما هو دايما مثلا لما انا باخد رأيه في حاجات كتيرة جدا جدا بعد التصوير، واحنا في التصوير لو دلوقتي باخد رأيه في حاجات كتيرة جدا، بحس ان هو دايما بيسمعني، دايما بيحسسني ان في تايم ليا، يعني مش اللي هو مش عارفه ايه، لا هو بجد بيرد على كل حاجه، وهو بيدينا السبيس كلنا واحد واحد ان احنا نقول اي حاجه احنا عايزينها، فدي اكتر حاجه انا بجد بحبها. مام داد مامتي انا بحبك، انا بجد بحبك من قلبي، يعني بحبك دي مش زي اي بحبك، اللي هو بس بتقول لك انا بحبك فعلا، بحبك من قلبي. وبابايا يعني thank you for everything، يعني انا كمان بحبك المره دي، بحبك من قلبي بجد. ايه سماحه اختي يعني انا بحبها، بحسها خالتي بجد بجد، يعني لا انا بحسها خالتي بجد، من ناحيه الهزار بقى، من ناحيه التيك توكس، من ناحيه الكلام، من ناحيه اي حاجه انا بحسها يعني واحده من الفاميلي بجد. خلصت ال انا مش عارفه اقرا ورق. ما جيتيش خدتي قبل كده يعني الديزاين الشهاده بتاعتك؟ اتزورتي يعني انت اللي مضيتي؟ لا 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 ماليش في الحركات دي، ادي جبار هو يعملها، بيعرف انا مش بعرف اعملها، بس اخويا بيعرف يعملها. فالحمد لله ولا اخويا التوين، ما احنا لما بنيجي هو بيعرف يعمل حاجات زي كويس جدا. مين أكتر حد بينام في التصوير؟ مالك آخر مرة عملتي نفس التعبانة عشان لا مش عشان أفكس التصوير؟ لا طبعا مش هعمل كده عشان أفكس التصوير، لا لا حركات ممكن تعمل بس في المدرسة ممكن أعملها عادي، يعني دي ممكن أعملها. ايوه انا في الافيهات ما في الافيهات ما ايوه انا بعد ما اقرا الافيهات اعمل ايه؟ اوه لا انتوا طموحاتكم عاليه قوي معايا. لا ازود اوكي، انا في الافيهات ما عنديش يوم مرحميني. كيلو 600 و
لا ايه ده، دي 6 ولا 2؟ ايه؟ لا لا قول لي. غبي منه فيه؟ ده ممكن اعمل نفسي عارفاه وانا ما اعرفش نفسي عارفاه عشان ما بقاش فيا ايه. كيلو 270 80 اهو. الغبي منه فيه يا رجاله. ام فانكي بابا، بابا ام فانكي. احنا هنزود في الدرس كتير. حد يخشش كده؟ ما انت عرفت، ما لسه قايل لك. قول قول. يلا اوكي يلا نرقبك. ماشي. يا بابا ام فانكي دي سهله جدا دي. انا حاسس اني مش هشوف الارض تاني يا معتز. هو بتاع احمد حلمي بس الفيلم كان اسمه ايه؟ مش فاكره. حد فاكر؟ كان ليه علاقه بقصص. ايوه اظرف. ثانيه ثانيه ثانيه. لا لا المره دي بجد عارفاها. ظرف طارق. ايوه يا أنقذتيني من الموت ليه؟ ده ثانية لا. أشرح أنقذتيني من الموت ليه؟ ده هنيدي وهو كان بينتحر في ال نمبس. نمبس مين؟ نمبس مين؟ أمير البحر. أمير البحر نمبس أمير البحر. اللي هو كان بيتكلم كده. أيوه هو ده. دو تيك توك. ممكن بقى ازود عليها؟ زود. دو تيك توك مع ماضي. انا عندي كثير مستعان. عندي كثير. انا واحده مش عايزه اجوز بنتي لواحد ساقط. انا حر ساقط. مش هقول لك حاجه. ما هو ساقط. بس نعمل فيه ايه؟ نموته؟ لا نغيره. هاتيلي واحد باللي هما بيطلعوا في التلفزيون دول بتوع جيل المستقبل. عيال كده منظر شباب الجيل ترارارا. انا عايزه واحد من دول. حد من call حمزة دياب and tell him to say a fact about you. حمزة دياب مش عارف. يوزر از بيزي. حاجه يعني محدش الناس تعرفها ولا حاجه بتبقى ايه ولا حاجه حاجه محدش يعرفها. بس مش قوي يعني. قوي يعني براحتك. لا مش قوي يعني. قوي. مش عارف قوي. قول فاكت عن جاز. حاجه عن جاز خلاص. حاجه بيهايند ذا سينز مثلا. حاجه مش معروفه في الكاركتر اللي احنا شايفينه قدامنا كده. حاجه بتعملها كده معروف عنها في مش عارف. انا جاي هنا ليه؟ أول مرة شفتها كان إيه الفيشن بتاعك؟ لا لا أول مرة خالص؟ أول مرة شفتها كان إيه؟ وعلى بقى دي كان عايز أقول لك كان بعدها بقى بتبص لي كل البصات الغريبة.
كل حاجه ممكنه. انا مش عارف انا جيت عملت ايه. ده كان اول يوم خالص. اول يوم لما جيت قعدت كان انتوا مش مخلين بعض يعني ده اول. لا مش مخلين يا جماعه، انا بس اول ما شفته لقيت واحد داخل وقاعد كده وانا جامد فانا اول ما دخلت انا كنت قاعده اللي هو قاعده كده وهو دخل قاعد اللي هو كده. فانا اول حاجه بصيت اللي هو نعم انت مين؟ انا دي اول حاجه في دماغي يعني. وبعد كده لما دخلنا بقى عرفت ده حمزه الشريف كده يعني. بس كده وانت الفاشن بتاعك ايه يعني؟ انت برضه مش بتاع قاعده حسيت ان انا مش يعني. نفس البساط يعني بتبص عليه ايه بتبصي كده وانا طب كده بتبص بعد اعمل كده انا مش عارف اعمل ايه شويه منبسط بقى ابص بقى بعيد بقى يعني خلاص بقى ارجع تاني ليه مش عارف. لا بجد اليوم ده يعني يا ريت الفاشن كان حلو قوي. وحاجه كمان واحنا كنا قاعدين مع استاذ خالد وكده فمره واحده يعني اوت اوف نوير كده جاي بتسالني انت ايه ليه عملت شعرك كده؟ ايه سر شعرك؟ لا ثانيه هو كان قايل كل واحد يسال حد سؤال. ايوه يسال حد سؤال. اول سؤال جه في دماغي اول سؤال هو قال كل واحد يسال سؤال يسال حد في دماغه. اول سؤال جه في دماغي كان عامل شعره كده مش كده كانش كده كان حاجه مختلفه بس يعني ده كده جه في بالك السؤال ده اوت اوف نوير. لا اول سؤال اصلا اول ما شفته ده اول سؤال جه في دماغي خالص اول ما شفته خالص. بس انا قلت لها عاجبني فاهمه ماشي بس. اوكي يا جماعه اتمنى تكونوا فعلا حسيتوا بالحماس اللي انت قلتي لي عليه في الاول اتمنى. وبجد كان انترفيو حلو قوي انا استمتعت فيه وما حسيتش ان انا اصلا في انترفيو خالص. ثانك يو جماعه ثانك يو حمزه بجد ان انت جيت ثانك يو ان انت ما قلتليش ان انت جاي. ايوه بقى شكرا.